اخوتي اخواتاتي، السلام عليكم. مرحبا بكم اليوم في الفلوق ديال مول كوكو. اليوم غنديكم معايا من العين السابعة المحمدية المنصورية، وان شاء الله غادي نشوفوا فيها اماكن زوينة، وغادي نوريكم الحوايج الجداد اللي ولوا في الطريق. لهذا القبل كنطلب منكم تريحوا مزيان، تركبوا السنطة ديالكم وينطلقوا للسفر. في هذا الفلوج غادي ان شاء الله نشوفوا فين وصلوا الاشغال ديال المدينه الجديده ديال ايكوزناتا، ونشوفوا محمديه والاحياء ديالها ديال المرسى، ونشوفوا المشاريع اللي كاينين في محمديه، ونوصلوا ان شاء الله للمنصوريه. مشروع ايكوزناتا جا في منطقه زناتا جامعه عين حروده، وهو واحد المشروع للبناء ديال واحد المدينه جديده في شمال الشرق الدار البيضاء ما بينها وبين محمدية. كي ساجي يدير واحد المشروع ديال التجزئة الحضارية اللي غادي يخلقوا فيه واحد المدينة عصرية إيكولوجية، وغتدخل فيها داك الفكر ديال التطور الدائم ديال حماية البيئة، تكون لا كاليتي ديال الحياة. هو منطقة سكنية وتجارية، يتقدم فيها مجموعة واسعة من الخدمات، وفيها مباني تحتية كثيرة اللي تمكن الساكنة اللي غيسكنوا في هذه المدينة يستافدوا من هذا الشيء من النهار الأول. في هذا المشروع السكن مساحات خضراء ومرافق رياضية ومدارس ومحلات تجارية ومساحات أعمال، مساجد، مولات. في هذا المشروع ركزوا بزاف على خلق واحد بيئة تكون خضراء، فيها الأشجار بزاف وتكون خضراء بزاف، وفكروا باش يكون النقل في هذه المنطقة يكون واحد النقل إيكولوجي كيحافظ على الموارد الطبيعية اللي كاينة تماك، وتعزيز المنظومة الحياة المستدامة. هذا هو اللي كان يهدف هذا المشروع، الطموح تلبية الحاجيات ديال الناس ديال الساكنة ديال المدينة الدار البيضاء، لأنه ولات واحد الطلب على السكن كتير في الدار البيضاء، ولكن ماشي أي سكن، سكن لائق. هذا المشروع فيه ديك كوتي بيئي وتنمية مستدامة، هو اللي كيجعلو بأنه شي مشروع متغير على المشاريع الأخرى، وكيطمح باش يكون هو واحد المثال لزوط المناطق في المغرب والجماعات الحضارية في المغرب باش يطبقوا نفس الأمر. كيف كتشوفوا في الفيديو، حنا دابا داخل مدينة المحمدية على نيفو ديال الرومبوان، نقدر نمشيو نيشان باش نكملوا للمحمدية، وعلى اليسار كاين الطريق كديك لابلاج ديال بالوما. الناس ديال المحمدية والدار البيضاء راه كيعرفوا لابلاج بالوما، راها بلاج زوينة وكبيرة، كيجوا لها الناس بزاف في الصيف يعوموا. دابا لما كنشدوا الطريق هادي كنشوفوا بان كاين واحد لوزين هنا ديال الخيط، كان مكريغ ديال لوزين الخيط في الالفينات، السبب السدان ما عرفناش علاش، ولكن المهم تسد. حداه لوزين ديال ديماتيت ديال الجروب الشعبي اللي كيصوب القوادس ديال الماء وديال الواد الحار وداك الشيء وديال الكوتاغوت. حداه لوزين ديال سناب اللي هو هو ديال الجروب الشعبي، كيدير اندرو جافيل ومواد اخرى كيميائيه. وحداهم تاني لوزين اخر تاني ديال الشعبي، الجروب الشعبي هو جي بي سي كارتون اللي كيدير الكارتون اللي كتستعمل في الصناعه. وتابعهم حداهم افريقيا غاز، هذا الدخله ديال المنطقه الصناعيه المحمديه كنشوف فيها هاد اللوزينات. وكاينه المحطه الحراريه ديال الوينوه اللي كتنتج الضوء بالفحم، كتبقى حتى هي كاينه هنا. حداها سراهي، حداها لسامير، لوزين لسامير اللي كتعرفوا كلكم، راه هو دابا ساد منذ سنين، وهو كان وزين مخدم واحد العدد ديال الناس وعائلات عايشين منه.
فاذا به راه سد، ودابا راه الناس ما بقاتش خدامه، وبزاف اللوزينات في محمديه سدو، كانوا كيخدموا مع اللوزين ديال سمير سدو. خلاص هادشي اللي كان الطريق اللي واخدين حنا دابا كيسميوها الناس ديال المحمديه لا روت كوتير، وفي الاصل سميتو الشارع محمد سيدي من عبد الله. هادي من داخل من دخلة المحمدية حتى استاد بشير. وفي هاد الشارع كنقدروا نشوفوه هنايا في هاد لابارتي ديال لا فيديو، كاين لوزين ديال ريمكو اللي كيدير المطار، عندكم لا ستاسيون وينكسو، كاين الدخلة ديال لوزين لا سمير سابقا، وعندكم الواد ديال الواد المالح، كتشوفونا كنقطعوا القنطرة ديال الواد المالح، ومورها كنتلاقاو مع واحد الرون بوان. هذاك الرون بوان كيمكنك باش تكمل الطريق الى المرسى، وتشد اليمين الا بغيتي تمشي تدخل للعالية، طلع للعالية. وكتشوفوا ايضا كاين لا ميزون ديال رونو وداسيا، وكاين بعض اللوزينات بحال لوزين لافاسير كيغسل كيدير دي لاباش ديال السراول ديال تشين، ولوزين ديال نداد اللي هو جي ام. في 2003 كان محمدية جهة الفيضان، وفي هذه النقطة بالضبط في كاين الواد المالح كانت الدنيا فاضت، كانت فاضت بالماء، وكانت طلع واحد من مستوى الماء عالي بزاف، كانوا ما بقاش كي الطريق تقطعت مرة، وكان لوزين لا سمير كانت شدت فيه العافية، وكانت طراو مشاكل، ومحمدية غرقات في الماء. في هذه البلاصة بالضبط في هذه النقطة كان داز من هنا الحملة ديال الواد. دابا حنا شادو دائما لهذا الشارع، وكنشوفو على اليمين ديالنا الاقامات ديال الجروب الشعبي اللي هما بتبناو هادي واحد تقريبا واحد 15 سنة حتى 20 سنة. وفي نفس المكان كاين اسواق السلام، كاين مدرسة. صافي احبس هنا. دابا وصلنا للنيفو ديال ستاد بشير، كيبان لينا هنايا البداية ديال ستاد بشير فين كاين ملاعب ديال التدريبات، والستاد ديال استاد بشير المشهور المعروف في المغرب اللي كتلعب فيه الشباب محمدية في بريمير ديفيزيون ديال البطولة. وكيبان لكم ايضا القاعة المغطاة الجديدة اللي كيصاوبوا فيها دابا ديال المحمدية. وكنوصلوا واحد الرومبوان هذا اللي هو غادي يدينا البارك، وميم طون كنشوفوا على اليمين ديالنا الحي الوفا اللي هو كان من قبل الناس ديال المحمدية عارفينه، كان كيتسمى هذيك الحي ديال الحطبة، كانت كله ماريكاج وضياء وداك الشيء، ودونك راه تبنى ولا عمارات ولاو الناس ساكن فيه وداك الشيء. كيبانوا لينا دي بتيت فيلا اللي كاين تماك فين كاين البولي كلينيك ديال لا سي ان اس اس، و كاينه ليكول كلود موني. دونك حنا دابا غادي دابا داخلين اتجاه البارك، كنشوفوا دابا في كانت في دالا سبور من قبل، الناس ديال المحمدية كيعرفوا شنو هي في دالا سبور. هنا في كانت كتلعب الكرة بكري، وكانت كتلعب الشباب يامات فراس وما قبل. هنا كيبان لك الريستورون ديال لا غريارديير، دخلوا بزاف ديال لي فرانشيز بحال لا غريارديير، بحال دومينو بيتزا، بحال اوليفيري، فينيسيا ايس، لويجي، بول، برجر كينغ، واحد ليستا طويله ديال لي ريستورون. ولات هاد البلاصه معروفه بهذا الشيء، واللي شهر اكثر هو البارك، بارك جاكيرسون اللي كان ديسيناه جاكيرسون شحال هادي في بدايه القرن العشرين. وكاينه ليكول جاكيرسون، كاينه ليغليز، و اللي كيبقى فينا الحال هو كتشوف بان كاين واحد المعلمه اللي كانت في محمديه سميتها كازينو، راه في هذا البارك ردموها العام اللي فات، هي ولوطيل ميرامار. دابا كنشوفو كنتسناو واش غادي يكون، ولكن على حسب ما سمعت غادي يكون شي حاجه زوينه تبارك الله غتبنى، ونطلب الله يكون خير. وهاد البلاصه راها معروفه ايضا مرسى بالريستوران ديال الحوت، الناس ديال الدار البيضاء ومحمديه، والناس اللي كيجيو عامة من المغرب كله كيعرفوا بأن البلاصة معروفة بلي ريستورون ديال الحوت. السبت والحد راه كتكون الدنيا عامرة بالناس. كان صحكم تجيو ديرو تاكلوا، لا بغيتو تاكلوا الحوت، لأن الحوت كيكون زوين وطري.
البارك هو واحد منتزه جا في المرسى. المرسى كنسميوه حنا الحي المرسى اون غولاسيون مع لو بور ديال المحمديه. هو واحد الحي كان قديم، وهو اللي كنقولوا كان الحي ارقى ديال المحمديه، لانه كانوا فيه الفيلات كبار، فيلات كبار، وكانوا كيسكنوا فيه النصارى بكري. وبقى هذاك المرسى، بقات هذه المرسى واحد البلاصه زوينه، لان كيجوا لها الناس، كيخرجوا ليها، كيفوجوا فيها سورتو في لي ويكاند وكشي، لان كاين المرسى، كاين البارك، كاين البحر ديال المركز، وكاين لي ريستورون. فهاد البلاصه هي سورتو عند الناس ديال المحمديه القدام شي حاجه كبيره. اللي سولتي من الناس الكبار كيقول لك يا كنت شتي المرسى كيفاش كانت بكري. ودونك انا كان نقول لكم، لا كنتو كتعرفوا شي ناس ديال المحمديه، سولوهم على المرسى وعلى البارك كيف كان بكري. وتي اخواتي ما كاتكمش تقول لي الراي ديالكم في هذه البلاصه، في المرسى وفي البارك وفي البحر ديال المركز، سيرتو الا كان عندكم شي ذكريات ديالكم قديمه كنتو عشتوها تم مع العائله ديالكم والاصدقاء ديالكم. ما تبخلوش بآراء ديالكم في هذه النقطة مهمة، لأن الناس ديال المحمدية راه عزيز عليهم هذه البلاصة بزاف، سيرتو الناس ديال المحمدية اللي هما قحين اللي تزادوا وكبروا في محمدية، واخا مشاو لمناطق أخرى في المغرب، ولكن كيبقاو مجدرين في هذه الأمور سيرتو في محمدية. دابا حنا شدينا شارع فاس. شارع فاس معروف بانه كيخرج جيت القصبه وزنقه السوس. ودابا حنا في هذا النيفو كنشوفوا الحيط على اليسار ديالكم ديال لوتيل ميرامار او ميريديان سابقا، اللي ما بقاش حتى هو راه تردم. دابا كنشوفوا كنتسناو اش غادي يكون في البلاص ديالو، واخا دوماج بان هذه معلمه مشات بحالتها، مي نطلب الله يكون ما احسن في الايام المقبله ان شاء الله. هاد لازون هي معروفة بمحمدية في المرسى، خصوصا معروفة بالفيلات. كاين بزاف الحي عامر بزاف بالفيلات قدام، لأنه كانوا هنا ساكن المعمر بكري في أيامات الاستعمار. وعامة الفيلات هنا كبار بزاف، كاين الفيلات اللي كتبدا من 400 تل 2500 متر. حنا داخلين دابا في زنقة إفران. هاد الزنقة جات ما بين الفيلات، كيف قلنا هاد الفيلات هادو ديال المرسى هما قدام، وعندهم واحد الثمن غالي في مدينة المحمدية، وسكنة فيها ترونكيل وكل شيء. هاد الزنقة غادا تل إقامة 3 مارس. هاد الإقامة كانت تبنات على سمير في نهاية التسعينات بداية الألفينات. ودونك هاد الإقامة راه هي كتشوف البحر وزوينة، هي زوينة بزاف، عندها واحد المنظر جميل على البحر. دابا في هاد الشنقة غندوزو على النادي البلدي، اللي هو الكلوب ديال المحمدية، صال المغطاة كيكون فيها الرياضات بحال الكاراتيه، الكيك بوكسين كيدعملو، وكيديرو حداها تاني واحد السيرك. دابا راه كاين السيرك للدراري، وكيبغيو يدوزو يلعبو سيرتو الدراري بحال الطوبو، داكشي ديال المانيج. كاين لوطيل حداها اللي هو مشهور سميتو افانتي، ولكن كان معروف بكري عند الناس ديال المحمديه بلوطيل لاسمير، من كان تابع دائما لشركه لاسمير. بعد ما سدت لاسمير تبدل الاسم ديالو الى اوتيل اونفيتريت، اوتيل اونفيتريت تحول الى اوتيل افانتي. و اون ميم طون راه كاينه حداهم تماك واحد بلاصه صوبت مؤخرا شي سنين بزاف، كيكون فيها تيران تاع الكره، فيهم تيرانات ديال الباسكيت، ديال السكيت، تبع الجامعه، هما كيجوا ليها الدراري الشبان كيدربوا فيها وكيلعبوا فيها بزاف في العشيه وفي الايام ديال نهايه الاسبوع. هنا في هذا الشارع كيبان لنا الدخله ديال مانيسمان او فون على اليسار ديال الفيديو في الاول ديالها. لابلاج مانيسمان معروفه بزاف في المحمديه كوم ايطون واحد لابلاج زوينه بزاف، وكتصلح سورتو للعائلات اللي عندهم الوليدات وكشي، لانها ماشي خطيره للدراري، لان بحال اون تيت لاغون، فما كتكون
لا ماري باس، كتولي هذيك بحال اون لاغون، ما الدراري الصغار يقدروا يعوموا بكل راحه، ما كاينش مشكل. او ميم طون هاد الشارع كيدينا اتجاه ديال ثلاثه اتجاهات. الاتجاه الاول كتقدر دينا لا كولين والعاليه والبرادعه، والاتجاه الثاني تقدر رجعنا للسنتر فيل ديال المحمديه، جيت القصبه وجيت طريق الدار البيضاء. والاتجاه الثالث كدينا جيت الكليات ديال المحمديه، والاتجاه ديال المنصوريه وبوزنيقه ورباط فير لوطوروت. فوالا، وكدوزو على ايكالمون على تما كنمشيو للمرجان ديال المحمديه و لا بلاج ديال الصابليت. حنا دابا في شارع حسن ثاني، هو اطول شارع في المحمديه واكبره. الشارع نيت كاين الحي الجامعي اللي تبنى مؤخرا لفائدة الطلبة اللي كيقراو في الجامعات المحمدية، يقدروا يسكنوا تم. كاينين اوسي القهاوي تماك، بزاف ديال القهاوي زوينين، طوندونس ريستوران. وكاين ليكول ديال التعلم ديال توسكي ستيوارت و اوتيس دو لير. وكاين الجامعات ماشي بعيد من تما ديال الاف اس تي ديال الدغوا ديال لي لاتر والليسي بروفيسيونيل. دائما في هذا الشارع كنقدروا نشوفوا فيلات مجوج جوي. هاد الاحياء هما احياء راقيه، كاين حي نيس، كاين حي شمس، كاين مونيكا بلاج. مونيكا بلاج كاين واحد سوبر مارشي معروف في جميع لي برودوي اللي كيكونوا كيجيو من فرنسا، دي برودوي فرنسي، لان الساكنه ديال مونيكا بلاج غالبا ديالهم هما نصارى اللي كيكونوا خدامين في الشركات كبار في الدار البيضاء ولا في المحمديه. هنا بدينا كنقربوا من الخروج ديال مدينه المحمديه اون ديريكسيون ديال مدينه المنصوريه. هنا كيبان لينا كاين مدارس بريفي ديال الدراري الصغار ديال البريمير والدراري ديال الكوليج والليسي. هاد المدارس معروفين، يامات الاسبوع كتكون الدنيا عامره، مع الوقت ديال الدخول والخروج تكون الطريق مزاحمه بزاف، الواحد خصو يحضي راسو بزاف هنايا كي طرا الحوادث. كنتمنى بان هاد الفيديو يكون نال اعجاب ديالكم، سورتو جربت نوريكم شي شويه من المحمديه واخا ماشي كلشي. جربت نوريكم الاحياء الراقيه ديال المحمديه اللي هما معروفين. المره الجايه غنجرب ندير لكم الاحياء الشعبيه ديال المحمديه باش تعرفوا كيفاش دايره المحمديه عامه. المحمديه هي مدينه صغيره، الناس ديالها معروفين، الناس كيعرفوا بعضياتهم، ولكن مدينة غادا كتطور يوم على يوم. بون سي فري كاين حوايج زوينين وكاين حوايج خايبين، مي عامة نقولوا راه أمور غادا بخير وعلى خير، ونطلبوا الله يكون خير من القدام. أختي خواتاتي، الفلوغ ديال اليوم وصل للنهاية ديالتو، كنتمنى بأنه يكون يعجبكم. نطلب منكم تعطوني اراءكم في هذا الفلوغ، كيف شفتوه، كيف عجبكم ولا لا، ودخلوا لي كومونتير وديروا لنا جيم وديروا لنا ابوني، وشكرا والى الحلقه القادمه ان شاء الله.